الرسالة رقم واحد: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أصحاب السمو أعضاء مجلس العائلة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد حملكم النظام الأساسي للدولة أمانة عظيمة، وكلفكم مهمة جسيمة بإسناده إلى مجلسكم الموقر، مسؤولية تحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، وذلك خلال 3 أيام من شغور منصب السلطان. وحيث أن مجلسكم الموقر لم يتفق على اختيار سلطان للبلاد في مدة التي حددها النظام الأساسي للدولة، فإننا بعد التوكل على الله ورغبة منا في ضمان استقرار البلاد، يشير بأن يتولى الحكم السيد هيثم بن طارق، وذلك لما توسمنا فيه من صفات وقدرات تؤهله لحمل هذه الأمانة. وإننا إذ نضرع إلى الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن الذي دعانا إلى اختياره والثقة التي دفعتنا إلى تقديمه، فإننا ندعوكم جميعاً إلى مبايعته على الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن تكونوا له السند المتين والناصح الأمين، معتصمين دائماً تحت قيادته بوحدة الصف والكلمة والهدف والمصير، متجنبين كل أسباب الشقاق والفرقة والتنديد والتناحر، عاملين بقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العظيم. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الفريق أول، الرسالة الأولى رسالة موجهة لمجلس العائلة عبر مجلس الدفاع، ورسالة موجهة لمجلس الدفاع، وهذه الرسالة موجهة لمجلس العائلة عبر مجلس الدفاع رقم واحد، وهذه الرسالة موجهة لمجلس العائلة عبر مجلس الدفاع رقم 2، وهذه الرسالة موجهة لمجلس العائلة عبر مجلس الدفاع رقم 3. إذن إذا تأذنوا بنفتح النسخة الأولى كما تم في النسخة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أصحاب السمو أعضاء مجلس العائلة الحاكم الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد حملكم النظام الأساسي للدولة أمانة عظيمة، وكلفكم مهمة جسيمة بإسناده إلى مجلسكم الموقر، مسؤولية تحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، وذلك خلال 3 أيام من شغور منصب السلطان. وحيث أن مجلسكم الموقر لم يتفق على اختيار سلطان للبلاد في المدة التي حددها النظام الأساسي للدولة، فإننا بعد التوكل على الله ورغبة منا في ضمان استقرار البلاد، نشير بأن يتولى الحكم السيد هيثم بن طارق، وذلك لما توسمنا فيه من صفات وقدرات تؤهله لحمل هذه الأمانة. وإننا إذ نضرع إلى الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن الذي دعانا إلى اختياره والثقة التي دفعتنا إلى تقديمه، فإننا ندعوكم جميعا إلى مبايعته على الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن تكونوا له السند المتين والناصح الأمين، معتصمين دائما تحت قيادته بوحدة الصف والكلمة والهدف والمصير، متجنبين كل أسباب الشقاق والفرقة والتنابذ والتناحر، عاملين بقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العظيم. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابوس بن سعيد. والحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مجلس عمان،
وننقل لحضراتكم مراسم تنصيب السلطان الجديد خلفا للمغفور له بإذن الله تعالى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، حيث سيؤدي السلطان الجديد في هذه الجلسة المشتركة لمجلسي عمان والدفاع اليمين الدستورية التي سيؤكد فيها احترام النظام الأساسي للدولة والقوانين ومراعاة مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة، والمحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ينتقل نظام الحكم في عمان بصورة سلسة وفقا للنظام الأساسي للدولة الذي وضعه جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم في عام 96، حيث أن نظام الحكم في عمان هو سلطاني وراثي من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، وقد حدد في من يختار لولاية الحكم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة، يدخلون في هذه اللحظات إلى قاعة مجلس عمان. أيها الإخوة، إن عمان اليوم التي تعد واحدة من أقدم الكيانات السياسية في المنطقة وفي العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد شاءت الأقدار أن تفقد عمان أباً وقائداً ملهماً، ومع هذا الحدث الجلل ليس لنا إلا الإيمان بقضاء الله وقدره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتنفيذاً للمادة السادسة من النظام الأساسي للدولة والمرسوم السلطاني رقم 105/96 في شأن مجلس الدفاع، وبناءً على اتفاق مجلس العائلة المالكة الكريمة بأن يكون سلطان البلاد هو من أشار إليه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في وصيته، فقد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة والشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم نائبين لرئيس المحكمة العليا، وبحضور العائلة المالكة الكريمة بفتح الوصية هذا اليوم السبت 15 جماد الأولى 1441 هجرية الموافق 11 من يناير 2020 ميلادية. وبناء عليه يتشرف مجلس الدفاع الإعلان بأنه تم تثبيت جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سلطان لعمان. حفظ الله عمان وجلالة السلطان. إن هذا الشعب الأبي الكريم سيواصل المسيرة حاملا شعلة العمل والمعرفة، مدركا لحقيقة نفسه، يعي جيدا قيم مكاسبه، يعرف كيف يحافظ عليها ويذود عنها،
وبذلك يجني ثمار العمل والجهد. إن عمان وما قدمته لنا وعرفانا بحقها علينا، فترابها مقدس وأرضها معطاء وشعبها عريق تدفعه إرادة العمل من أجل عزة الوطن وكرامته وتقدمه وازدهاره في سبيل إعلاء صرح نهضة هذا البلد. ونحيي عهدا جديدا بالثقة والأمل، بالوفاء والإخلاص، بالسمع والطاعة، ونجدد العهد للقيام معا بالمهام التي تنتظرنا في سبيل بناء مستقبل هذا البلد الحبيب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحكيم المتعالي المحمود على السراء والضراء على حد سواء. سبحانه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا بإذنه، منه المبدأ وإليه المرجع، وله الحمد في الآخرة والأولى، والصلاة والسلام على خير أنبيائه ورسله وعلى آله وصحبه وأولى الصدق والوفاء. أما بعد، فإن إرادة الله تعالى جارية في خلقه، وأنا جميعاً إليه لراجعون. لقد شاءت إرادة الله سبحانه أن نفقد أعز الرجال وأنقاهم، المغفور له بإذن الله حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله، رجل لا يمكن لخطاب كهذا أن يوفيه حقه وأن يعدد ما أنجزه وما بناه. فلقد بنى دولة عصرية شهد لها القاصي قبل الداني، وشيد نهضة راسخة تجلت معالمها في منظومة القوانين والتشريعات التي ستحفظ البلاد وتنظم مسيرتها نحو مستقبل زاهر أراده لها، وأقام بنية أساسية غدت محطة أنظار العالم، وأسس منظومة اقتصادية واجتماعية قائمة على العدالة وتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، مما أدى إلى رفع مستوى معيشة المواطن العماني، وأقام هياكل ثابتة ودائمة للتعليم بجميع مستوياته وتخصصاته، فنهلت منه الأجيال وتشربت علماً ومعرفة وخبرة، فجزاه الله خير ما جزى سلطاناً عن شعبه وبلده وأمته، وأنزله منازل الصالحين، وجعل مثواه في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهيأ لعمان أسباب العز والازدهار والتمكين. أباء عمان الأوفياء، إن الكلمات لتعجز والعبارات لتقصر عن أن نؤبن سلطاناً عظيماً مثله، وأن تسرد مناقبه وتعدد إنجازاته. إن عزاءنا الوحيد وخير ما نخلد به إنجازاته هو السير على نهجه القويم والتأسي بخطاه النيرة التي خطاها بثبات وعزم إلى المستقبل، والحفاظ على ما أنجزه والبناء عليه.
هذا ما نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه على السير فيه والبناء عليه لترقى عمان إلى المكانة المرموقة التي أرادها لها وسهر على تحقيقها. نكتب الله فكتب الله له النجاح والتوفيق. وعلى الصعيد الخارجي فإننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل مؤكدين على الثوابت التي اخترتها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات. كما سنبقى كما عهدنا العالم في عهد المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور داعين ومساهمين في حل الخلافات بالطرق السلمية وباذلين الجهد لإيجاد حلول مرضية لها بروح من الوفاق والتفاهم. وسنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أمان شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قدماً إلى الأمام. وفي الشأن العربي سوف نستمر في دعم جامعة الدول العربية وسنتعاون مع أشقائنا زعماء الدول العربية لتحقيق أهداف جامعة الدول العربية والرقي بحياة مواطنينا والنأي بهذه المنطقة عن الصراعات والخلافات والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب العربية. وستواصل عمان دورها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة تحترم ميثاقها وتعمل مع الدول الأعضاء على تحقيق السلم والأمن الدوليين ونشر الرخاء والاقتصادي في جميع دول العالم. وسنبني علاقتنا مع جميع دول العالم على تراث عظيم خلفه لنا السلطان الراحل عليه رحمة الله ومغفرته أساسه الالتزام بعلاقات الصداقة والتعاون مع الجميع واحترام المواثيق والقوانين والاتفاقيات التي أمضيناها مع مختلف الدول والمنظمات. أيها المواطنون، ما كان لبلادنا عمان أن تحقق كل ذلك لولا القيادة الفذة للمغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله والأسس الثابتة التي أقام عليها بنيان هذه الدولة العصرية والتفافكم حول قيادته واعتزازكم بما أنجزناه جميعاً تحت قيادته الحكيمة. ولولا ثبات ورسوخ الأمن وانتشار الأمان في ربوع هذه البلاد الذي ما كان ليتحقق إلا بوجود قوات مسلحة جاهزة وعصرية ومعدة إعداداً عالياً بكل فروعها وقطاعاتها وأجهزة أمنية ضمنت استقرار البلاد واحترام المواطنين. فنحن نقدر دورها العظيم في ضمان منجزات ومكتسبات البلاد ونؤكد على دعمنا لها واعتزازنا بدورها. أبناء عمان الأوفياء، إن الأمان المقاه على عاتقنا عظيمة والمسؤوليات جسيمة، فينبغي لنا جميعاً أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه وأن نسير قدماً نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل، ولن يتأتى ذلك إلا بمساندتكم وتعاونكم.
وتضافر جميع الجهود للوصول إلى هذه الغاية الوطنية العظمى، وأن تقدموا كل ما يسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء. وفقكم الله ورعاكم وأسبغ رحمته وغفرانه على السلطان الراحل حضرة صاحب الجلالة قابوس بن سعيد بن تيمور، وجزاه الله خير الجزاء وجعل كل ما أنجز وقدم في ميزان حسناته عند رب كريم، وأعاننا الله على السير على نهجه وإكمال ما أراد تحقيقه لهذا الشعب العظيم. إنه نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان، استمعنا إلى أول خطاب لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان من هذه اللحظة هنا في مجلس عمان، والذي أسهب فيه معددا مناقب السلطان الراحل السلطان قابوس بن سعيد. بدأ خطابه بالحمد لله على السراء والضراء، جلالته الآن يتقبل التهاني من أفراد الأسرة المالكة الكريمة التي أثبتت اليوم أنها على قدر المسؤولية. هذه الأسرة الكريمة التي حملت أمانة عمان منذ عام 1741، فهي اليوم من أعرق الأسر المالكة في العالم. جلالته يتلقى التهاني، ولعلي أمر سريعا بالنقاط التي تناولها جلالته في خطابه، واصفا السلطان قابوس بأعز الرجال وأوفاهم، وبأنه رجل لا يمكن لخطاب كهذا أن يفيه حقه، مشيرا إلى تعدد ما أنجزه وبناه، كما أشار إلى منظومة القوانين والتشريعات التي وضعها سلطان البلاد الراحل، وسعيه إلى رفع مستوى معيشة الإنسان العماني حتى أصبحت عمان محط أنظار العالم. يتلقى جلالته الآن التهاني من العسكريين. أعود للخطاب حيث دعا جلالته أن يجزي جلالة السلطان قابوس خير الجزاء وأن يجعل مثواه الجنة، مشيرا إلى أن عزاءه هو إنجازات السلطان قابوس والسير على نهجه القويم والحفاظ على ما أنجزه والبناء عليه، وعزم جلالته على السير على تلك الخطى، كما تطرق إلى الشأن الخارجي وأنه يرتسم خطى السلطان الراحل والثوابت التي اختطها في التعايش السلمي وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين واحترام سيادة الدول، وأننا سنبقى مساهمين في حل الخلافات بالطرق السلمية، وسنواصل مع أشقائنا
قادة دول مجلس التعاون الإسهام في مسيرة مجلس التعاون. تطرق أيضا إلى الشأن العربي والاستمرار في دعم جامعة الدول العربية والتعاون لتحقيق أهداف الجامعة. جلالته يتلقى الآن التهاني من المسؤولين، من الوزراء والمسؤولين الآخرين. أعود للخطاب بأن عمان ستواصل دورها كعضو فاعل في الأمم المتحدة، ملتزمة بعلاقات الصداقة والتعاون واحترام المواثيق مع الدول الأخرى. أشار أيضا جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إلى الأمن والأمان، منوها بالقوات المسلحة العصرية بفروعها وقطاعاتها والأجهزة الأمنية ودورها العظيم، منوها أيضا قبل ختام خطابه بالأمانة العظيمة والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، داعيا المواطنين إلى المساندة والتعاون. هذا ما جاء في خطاب جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد الذي جرى تنصيبه سلطانا للبلاد قبل لحظات. إذن أيها المشاهدون والمستمعون في كل مكان، جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله ورعاه يتقبل التهاني من أعضاء مجلس الدولة. إن الذي تحقق على هذه الأرض الطيبة أقوى وأعلى صوتا، وإن الذي أنجز أروع وأصدق قولا، وسوف نستمر ونعمل ونكمل المسيرة من أجل هذا الشعب الأبي، من أجل عمان العزيزة، وسوف نحقق بإذن الله الكثير، ونحن على طريق المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله سائرون. وبإذن الله وتوفيقه ستواصل عمان تقدمها بثقة لا تعرف التردد، وبهمة متدفقة لا تعرف الكلل، وعزيمة قوية يحدوها البشر ويظللها الأمل، ممثلا في الجهود المتضافرة والإنجازات الهائلة، بنواياكم المخلصة وتضامنكم في الوقوف صفا واحدا كالبنيان المرصوص في مواجهة كل التحديات والصعاب. أيها الإخوة والأخوات، علينا أن نستمد من تاريخنا الضارب في القدم وتجاربنا الماضية عزما جديدا وتصميما أكيدا على العمل متعاونين متكاتفين بكل ما لدينا من طاقات البذل والعطاء والتفاني في أداء الواجب، لنكون دائما في مستوى القدرة على تذليل الصعاب وقهر التحديات وبلوغ الأهداف التي رسمناها لأنفسنا من أجل خير بلادنا وخير أجيالنا الحاضرة والقادمة. جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يتقبل التهاني من أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس الشورى والوزراء والمسؤولين ومن الأسرة المالكة الكريمة ومن المواطنين، إننا وقد وضعنا نحن أبناء عمان نصب أعيننا دائما خدمة بلادنا
بعزيمة لا تعرف الكلل أو الملل، مستمدين قوتنا من قيمنا وتقاليدنا، فإن النجاح سيكون حليفنا بإذن الله، وستبقى عماننا الأبية قوية بتفاني ووفاء أبنائها البررة وتضافر جهودهم في مسيرة الخير والبناء. لازلنا معكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان في هذا النقل من مجلس عمان. جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور ما زال يتقبل تهاني المهنئين بتنصيبه سلطانا على عمان. رحل القابوس ويبقى قبسه ونبراسه، يبقى ما ترك فينا من حب الوطن وحب الوحدة وحب السلام وحب المبادئ النبيلة، لأنه كان نبيلا بأصله، نبيلا بأفعاله، يسمو بعمان فوق الصغائر ويرتقي بها إلى المعالي. اللهم احفظ عمان وأهلها، ترابها وسماءها، برها وبحرها، أفلاجها ووديانها، مساجدها، بيوتها، شوارعها، مطاراتها، موانئها، وقبل كل ذلك إنسانها العظيم، إنسانها الذي يحسن الالتفاف حول قيادته، وهذا ما نراه في هذه اللحظة، متمنين لسلطاننا الجديد، وداعين الله تعالى له بالتوفيق والسؤدد، وأن يكلأه بعنايته ويوفقه لما يحبه ويرضاه ولما يطمح إليه العماني. لحظة تاريخية، نودع عزيزا ونستقبل عزيزا، هذه عمان في هذه اللحظة. كلنا اليوم مسؤولون لمواصلة المسيرة، لمواصلة البناء، لإعلاء اسم عمان عاليا كما هي دائما. معي الزميل حسن بن سالم الفارسي. أيها الإخوة، ما زال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله ما زال يتقبل التهاني بمناسبة تنصيبه سلطانا لعمان. في هذه اللحظات أيها الإخوة، يغادر جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله قاعة مجلس عمان. Thank you.
هكذا أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون، عزفت فرقة الموسيقى السلامة السلطانية العماني بما أطلقت المدفعية 21 طلقة، وأدى حرس الشرف التحية لجلالته حفظه الله ورعاه.